لما صار الانفصال ما كان عندي مشكلة، ما كان عندي مشكلة، بده يطلق يطلق ما عندي مشكلة، بس كانت مشكلة وقتها إنه هو كان مصر إني أرجع على سوريا. عنب بلدي بودكاست. لا تخطط ولا تفكر كتير لأنه ما بتعرف الحياة شو مخبيت لك. عبارة كنا نسمعها من اللي أكبر مننا وننزعج منها كتير، وخاصة وقت نكون مقبلين على بداية جديدة فيها تغيير لحياتنا. بس للحقيقة ما في حدا ما اختبر صحة هالعبارة بحياته وخطط كتير بس اكتشف إنه الحياة عم تصير بمنحة تاني تماماً. وضيفتي بهالحلقة روز سيدة سورية، سافرت من سوريا لبريطانيا بقصد الزواج وتأسيس العيلة، بس بسبب تصاريف الحياة لقت حالة إنه عم تعيش حياة مختلفة عن اللي بدها إياها 180 درجة. حكاية جديدة عم تسمعوها من مواطن سوري بودكاست، وأنا رنيم طرطوسي. اجيت على بريطانيا كزوجة، تعرفت على زوجي بسوريا وكان زواج تقليدي من طريق الأهل، ورجعت كابني أسرة وعيش حياتي مستقرة بلد جديدة حلوة. استمر زواجنا تقريبا بحدود السنتين، بس ما كان زواج ناجح، كان في خلال مشاكل كتيرة. بالنهاية قررنا ننفصل، أو بالأصح هو اللي قرر أنه ننفصل من بعض. فلما وصلت على بريطانيا لقيت البلد حلوة، نظيفة، مرتبة، فيها شغلات كتير حلوة. لغة، أنا ما كنت بحكي إنجليزي مزبوط، يعني يا دوب شيء بسيط بسيط، لأنه بالمدرسة ما كنا مهتم على أيامنا باللغة الأجنبية. فتحبيت البلد، حبيتها، فيها شغلات كتير غريبة حلوة، وأنا من طبيعتي بحب أتعرف على كالتشر جديدة. فأول شيء سويته قررت أني أدرس أتعلم اللغة، لأنه لازم أحكي لغة أهل البلد. فسجلت كوليج وأتعلم فيها الإنجليزي، بلشت اتعرفت على ناس من جنسيات كتيرة، ما كان عندي رفقات، ما كان في عندي حياة اجتماعية نهائيا، فكان هذا الموضوع شوي مزعج بالنسبة إلي. وما أقدر أسجل كوليج دغري، فضليت تقريبا أول سنة قاعدة بالبيت لحالي، يعني ما في مجال لا أطلع ولا فوت إلا شيء بسيط كتير. بس كنت مستناية، حابة البلد. شوي شوي بلشت لما رحت على الكوليج صرت أتعرف على عالم من جنسيات تانية، حبيت حالي لما أنا أرجع أدرس، يعني وأنا من الناس اللي بحب أتعلم دائما شغلات جديدة، حسيت حالي إنه عندي استعداد لسه للدراسة للشغل. كانت بالنسبة إلي مثل نوع بداية جديدة بحياتي، وكتير كنت متحمسة لها. بنفس الوقت كانت علاقتنا ما كتير جيدة، يعني ما حقول للحق علي أو الحق علي، بس كنا من عالمين مختلفين تماما. وطبعا هذا الشيء ما اتضح إلا لما بعد ما تزوجت، لأنه فترة معرفتنا ببعض كانت بسيطة. فكنا مثل ما حكيت بين عالمين مختلفين، هو ما له اجتماعي، ما عنده رفقات، ما عنده هواية، ما بيشتغل، ما تعلم إنجليزي. أنا كنت إنسانة طموحة، بدي أدرس، بدي أتعلم، بدي حياة اجتماعية، بدي ناس، بدي رفقات. فهي كانت خلافاتنا، يعني شوي شوي كترت المشاكل، وهي أول سنة بحياتنا. السنة الثانية كمان نفس الشيء، زادت المشاكل أكتر. مرة شفت الضباب، بتذكرها منيح، قولوا لندن مدينة الضباب، بس هلأ ما مو مثل قبل، يعني الضباب صدفة لينزل. فكنت عايشة حياتي يائسة تماما، حزينة دائما، يعني مثل اللي وقعت بالبحر وماني عارفاني كيف بدي أطلع، وبس لازم كنت لاقي حل. فلما شفت الضباب لأول مرة كتبت وقتها، كنت أكتب شغلات على الموبايل هيك خواطر أو شيء. فبتذكر منيح شو كتبت، إنه تمنيت حالي ضيع بهالضباب. يعني كانت فترة كتير كنت حاسب وحدي، حاسب فراغ، ما نعرفاني شو بدي ساوي، ضياع كامل وبعيدة عن أهلي. ما كان في غير التليفون، وما كان في كلا انترنت ولا في واتساب ولا في شيء، كان كلا مخابرات دولية ومكلفة. فما كان عندي الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العالم غير هي عن طريق التليفون مع أهلي، بحكي معهم مع رفقاتي اللي موجودين بسوريا.
بينما أخذ مني وقت طويل كتير لحتى قدرت أتعرف على حدا. يعني أول سنة بحياتي كانت شبه سجن، سجن بمنطقة حلوة. لما صار الانفصال ما كان عندي مشكلة، ما كان عندي مشكلة، بده يطلق يطلق ما عندي مشكلة، بس كانت مشكلة وقتها إنه هو كان مصر إني أرجع على سوريا، بس أنا رفضت الموضوع لأنه لا من حقه ولا من حق حدا يعمل كنترول على حياتي أو يقرر مصيري وين أنا بدي أعيش. أنا إنسانة بالغة راشدة عاقلة، من حقي إني أختار كيف بدي أعيش وين بدي أعيش. فكانت هون نقطة الخلاف، كان لازم أعمل أقدم على، كان عندي فيزا سنتين ولازم أقدم على إقامة، وفعلا شقيت طريقي، اجتني مساعدات كثيرة من الجهات مختصة بهالأمور، دلوني على الطريق وأخذت إقامتي. أخذت إقامتي لحالي بدون مساعدة حدا إلا أنا وبعض المنظمات اللي هي بس دلتني على الطريق. بقدر أقول إنه كان موضوع حرب وانتصرت فيه، وأخذ وكان الموضوع يعني أخذ مشي الأمور بسرعة رهيبة مثل السحر. بتذكر تماما حسب الإجراءات كيف تصير. على فكرة هون من الشغلة الحلوة من البلد اللي عاجبتني القانون ببريطانيا. القانون ببريطانيا يعني في كتير مراكز محاميين ببلاش، ما في داعي تدفعي مصاري كتيرة، بتقلك شو حقك، شو إليك وشو عليكي، شو حقك. يعني هذا الشيء ما له موجود عنا بمجتمعنا. فهذه شغلة من الشغلات اللي شجعتني أبقى فيها، أبقى ببريطانيا، أبقى عايشة هون، عرفت حقوقي، من حقي أبقى بهالبلد هاي، وساعدوني لحتى أبقى. طبعا تواصلت مع كتير منظمات وكتير شغلات ومحاميين وشغلات، وكل القصص ما دفعت فيها فرنك، كلها جتني مساعدات مثل ما حكيت من منظمات لحتى أخذ إقامتي. وتقريبا أخذ الموضوع كلياته 4 شهور من تاريخ الانفصال لتاريخ الرسالة اللي اجتني من الهوم أوفيس إنه أنا أخذت إقامة دائمة ببريطانيا. يعني حتى توقعاتي، المراسلات اللي كانت تصير بيني وبين مكتب المحاميين والتليفونات، كنت متوقعتها لسه لشهر تاني أو لشهرين تانيات حتى حسب المراسلات اللي عم تصير والوقت اللي صار. هيدي فرحة ما بنساها بحياتي لما اجتني الرسالة وقريت انه انا اجتني الإقامة الدائمة. يعني لما بيسألوا حدا شو اهم لحظات بحياتك واسعد ودموع الفرح، تبقى هاي. حسيت حالي إني عملت شيء، إني الحجر الأساس، الفونديشن لحياتي بلش. لأنه قبل كنت عايشة بمهب الريح، ما اللي عرفاني ببقى، ما اللي عرفاني بروح، ما اللي عرفاني شو ساوي، بدرس بجوز طلع دراستي على الفاضي. هاي كانت الحجر الأساس لبداية مشروع جديد لحياتي. صحيح أنا لما سافرت على بريطانيا ما كنت صغيرة بالعمر، كنت بالأربعينات، والسنة الثانية لما كنت عم بدرس فكان عنا في شيء اسمه تيتوريال مع التيتشر، وان تو وان، يعني مثل سمول ميتينج. فعم إلا للتيتشر تبعيتي وقتها، كنت بتمنى فرصة بريطانيا تجيني أصغر من هيك قبل 10 سنين على الأقل، فسألتني قديش عمري، فقلت لها، فقالت لي بالأربعينات طبعا كان عمري، قالت لي you are still young, you have a lot to do. هيدا ضلت براسي هالفكرة وعلمتني وبديت فيها انه never too late. دائما قد ما كبر الواحد بالعمر لسه قدام منه مشوار طويل، لسه قدامه عنده استعداد يختار طريق جديد بحياته، يحقق أهداف بحياته، يكون عنده طموح، عنده مشاريع للمستقبل، ما يعيش حالة يأس. أنا برأيي الشخصي ما في مرة بالعالم بتطلب الطلاق إلا ما يكون في أساساً في شيء خربان، في علاقة غلط. بس طلعت هي على أوروبا، صلى فرصة عندها، صار أول شيء استقلال مادي أو عرفت حقوقها، شيء ساعدها لحتى أنا تنفصل عن زوجها. طبعاً اللهم ربي ما رحم، أنا ما بعمم على الكل، بس بقول بشكل عام، عم بحكي بشكل عام.
الناس اللي بتقول هلأ أنه السوريات طلعوا على أوروبا لينفصلوا عن أزواجهم ويعضوا الإقامة، أنا برفض هالحكي هذا، مو هذا هو السبب، لأنه هن أكيد بنات عالم وناس يعني، وما في وحدة بالعالم تقدر تخرب بيتها أو تخرب حياتها أولادها. في شيء غلط بالأساس، بس بجوز كانت خايفة من المجتمع، من الناس، من أهلها، من عدة أشياء يعني. وأهم شيء نظرة المجتمع للمطلقة، إنه هي صارت ببلد أوروبية صار فيها تتطلق. والأهم أهم شيء هو الاستقلال المادي، لأنه أنا برأيي الشخصي إنه قسم كبير من النساء اللي عايشين علاقات زوجية مو صحيحة ولا سليمة هو الدافع المادي، وين بدها تروح بحالة إذا اتطلقت. الانفصال قضية من القضايا المعقدة بسوريا، وما بين مؤيد لها الموضوع ومعارض، كانت روز عم تحاول تبني حياتها بعيداً عن كل هي النقاشات، وقررت إنه لازم ترجع تدرس من جديد، تلاقي شغل وتوقف على رجليها بدون مساعدة. بعد ما أخذت إقامتي صار عندي مشكلة إني لاقي بيت، قعدت تقريباً شهر بنسميه هومليس. طبعا هون السيستم عنا والنظام، بعد ما تعطي اقامتك الدائمه، الاقامه الدائمه يعني انت مواطنه لك كل الحقوق، اذا ما كنتي عم تشتغلي بحق لك تعطي مساعدات من الحكومه. انا تقريبا نوعا ما هي الفتره كانت فتره كتير صعبه بحياتي، صعبه يعني لحد هلا بتذكرها، مثل اللي عم تمشي ضد التيار، في صعوبات، بس كان عندي إصرار رهيب إني أنا هذا الطريق بدي أمشي وبدي أكمله لنهايته، ولازم أنتصر بالنهاية وحقق كل شيء بدي إياه. قعدت شهر هومليس ما عندي بيت، صرت كل يومين ثلاثة من الناس اللي بعرفها أبقى عنده الليلة، بعدين عطوني هوستل مثل أوتيل لمدة أسبوع أو أسبوعين. بعدين قررت إنه لا بقى لازم اعتمد على حالي واستقر واستأجر بيت. حصلت على مساعدة مالية من أهلي بسوريا لأني أأمن شهر ديبوزيت وشهر أجار بيت. بلشت أدور على بيت فلات غرفة واحدة بس، دورت لقيت سكنت، دفعت أول شهر أجار ولازم تدفعي شهر لقدام سلاف ديبوزيت. بعدين الحكومة بلشت تساعدني بأجار البيت. قعدت تقريباً بحدود أقل من 6 أشهر على هذا السيستم. بعدين صار لازم خلال هنن لازم دور على شغل. أنا أساساً الشغل الأساسي هو مدرسة رياضة، بالنسبة لي كان التدريس شغل كتير صعب، شهادتي بدها تعديل، لغة الإنجليزية ما هي بيرفيك، صحياً ما كتير عندي لياقة لأني بلشت أدخن، فما كتير بلعب رياضة صرت بالفترة الأخيرة، فلازم لاقي شيء أقدر أنا ساوي. جارتي قالت لي بتشتغل هيلث كير اسيستنت يعني بنيرسينج هوم، يعني مثل ما بيسموها دار العجزة، فاقترحت علي بتشتغل هنيك، اقترحت علي اني انا اروح جرب هنيك. فكيف بدي بلش؟ بلشت رحت لعندهم، بلشت اعمل فولنتير جوب. على فكرة انا حتى قبل بشهر قبل ما اخذ اقامتي لما كنت لساتني متزوجة كنت كمان عملت فولنتير جوب بشيء اسمه أوكسفام مثل تشاريتي شوب مشان أقوي لغة الإنجليزية. خلال تعرفت على عالم كتير يعني، وخصوصا الشعب البريطاني، تعلمت شوي كيف بيعيشوا كيف بيفكروا، وكان هذا كتير مهم بالنسبة لي، وعطاني دفع كيف غير طريقة تفكيري بالحياة، عطاني ثقة بنفسي أكتر. فرحت لعندون على الشغل على المركز، قلت لهم انه انا حابة فولنتير تطوع هوني، فقالوا لي اوكي، عطوني فورم عبي وشغله. صرت روح كل نهار جمعة بالاسبوع، يوم او يومين بالاسبوع، جمعة ثلاثة جمعة اثنين، شوف عيش مع المرضى اللي هن الكبار بالعمر، شوف كيف بتعامل معاهم، كيف عشرتهم، في منهم ما بيقدروا يأكلوا، ساعدهم بالأكل.
صار في نوع من الالفة بيني وبين صف كمان اللي مشتغل، صار عندي علاقات هيك حلوة يعني، صاروا يستنوني، صاروا يعرفوا اسمي، فحسيت بجو من انه انا بقدر اشتغل هالجو. قبل ما كنت عارفاني انه بقدر اشتغله وما بقدر اشتغله، ما كنت عارفاني حالي لانه شيء جديد بالنسبة لي. شغلة الحلوة ببريطانيا او بعتقد بكل اوروبا بالمجتمع الغربي، ما حدا بيتدخل بامورك الخاصة، ما حدا بيسألك ليش اتطلقتي أو متطلقة أو مالك متطلقة، متجوزة، عندك أولاد، ما عندك أولاد. ممكن لما تكون شوي العلاقة يسألوا، بس ما حدا بيتدخل بأمورك الخاصة. وإن سألوا فيك تجاوبي، فيك ما تجاوبي، وشو ما كان الجواب بيحترموا رأيك وبيحترموا حياتك. على فكرة يعني كمان بفتخر دائماً إني يقول إني أنا سورية وأصلي سوري يعني، فما ما ما بحسسني بأي عيب نهائياً. كتير ناس عم تحكي قديش الانفصال بأوروبا سهل وخاصة للمرأة، وإنه المرأة من بعد الانفصال بتعيش حياة تقريباً وردية، بس الحقيقة إنه ما في حدا بيحب يعيش بالحياة لحاله، وخاصة إذا كان مسافر بنية الزواج والاستقرار. وروز على الرغم من النجاحات اللي حققتها بلندن، بس لهلأ بتعيش أوقات صعبة، وبتفكر إنه هي عايشة ومشتاقة لأخواتها، مشتاقة تكون مع حدا بتحبه وبيعرفها عن جد. هلأ بالنسبة كإجراءات قانونية كطلاق رسمي على ورق يعني انفصال، على فكرة بأوروبا كتير صعب. أنا صحيح مثل ما بيقولوا انفصلنا عن بعض، كل واحد صار عايش لحاله، بس أخذت إجراءات الطلاق لحتى قانونياً أني أنا مطلقة سنتين كاملين، وأحياناً بتاخد أكتر. فكإجراءات قانونية ورق الطلاق بأوروبا أصعب بكتير من سوريا. من سوريا خلص بينزل على المحكمة كمان في طلاق غيابي بسوريا، بينزل الزلمة على المحكمة بيطلق مرته بدون ما تدرى، بتجيها ورقة الطلاق على البيت. يعني هاي الفرق بين الصعوبة من الناحية القانونية. هلا من الناحية النفسية والاجتماعية، مثلا المرأة مثل ما حكيت قبل، كتير نساء عايشين مو مبسوطين بزواجهم، فلما طلعوا على أوروبا وفلاقوا الأمور أسهل، الانفصال إنه الاستقلالية أسهل، فصار عندها استعداد إن أو إجتها مين عرفت إنه تقدر تترك بسهولة. فهذا الفرق بيناتهم. على فكرة أنا عشت تجربة طلاق سورية، كنت أنا اللي بدي أترك يعني، وأنا اللي بدي أنا كنت محظوظة كتير، وكنت صغيرة بالعمر، كان رفقاتي اللي من جيلي لسه ما تجوزوا، كمان زواجي استمر سنتين تقريبا، بس أنا قررت إني أنفصل لأنه كان في كتير مشاكل بيني وبين my ex-husband. وأخذت قرار، كنت جريئة ورغم إني كنت بالعمر الصغيرة يعني إني أطلع، بس قررت إنه لا خلاص، هذا الإنسان ما حقدر أعيش معه، كفي حياتي معه، ولازم اترك هلا قبل بكره، احسن ما اتورط بطفل. لانه كمان رايي الشخصي الطفل من حقه يعيش بعائله صحيه، ام والاب متفاهمين، افضل بكتير ما اني اجيب طفل وما يعيش بمشاكل بين امه وابوه وخناق على طول، او الام واب منفصلين. فمشان هيك قررت انفصل قبل ما اتورط بطفل او اضطر اني اعيش كرماله، ولو انه انا مثل ما هلا بسمع انه كتير عالم وكتير نساء عربيات بتقلك انا عايشه مشان اولادي، وايد النقطه انا رافضتها تماما. يعني مو من حق المراه تعيش تتحمل حياتي ما سعيده فيها، طبعا وخناق اكيد لما تكون الوحده مالها مبسوطه ومالها متفقه مع زوجها حيكون في خناق دائم ومشاكل وفوضى بالبيت، حتعود بسلبيه على الطفل وتربيه الطفل. انا كنت محظوظه انه اهلي ساعدوني، وقفوا معي بموضوع طلاقي الاولاني. طبعا سمعت كتير نصايح من الغريب والقريب
واللي بتقولي من حقه يحكي ومن ما حقه لا تحكي، لا اصحي تطلقي لساتك صغيرة، فكري منيح، طولي بالك، ما بعرف شو. بس أنا كده أخذ القرار. بلد بتكوني عايشة فيها فيها قانون، بتعرفي حقك، بتعرفي واجبك، هذا شغل كتير مريح. ما ندمت نهائيا أبدا، أخذت الجنسية، حيصل لي هذا الجنسية 10 سنين. الشغلة الحلوة بالجنسية اللي أنا بحبها واللي أنا كانت بالنسبة لي مهمة كتير، إنه فيك تسافري وين ما بدك، ما في داعي لا تقدمي على فيزا ولا تقدمي على ورق ولا تروحي على سفارات ولا شيء. يعني أونلاين حط شيكي على التيكت وطعي التيكت ومشي، شو بدك أحلى من هيك؟ هاي شغلة كتير مهمة، وأنا من الناس اللي بحب سافر. يعني هلأ وجودي ببريطانيا تقريبا 3/4 أوروبا درتها حافظتها، ولسه عندي لستة طويلة عريضة وإن شاء الله في يوم من الأيام بدي حققها. لسه عندي مشاريع ببريطانيا. تعلمت شغلة كتير مهمة، إنه never too late، دائما الواحد قد ما كبر فيه يتعلم، فيك تبدي دائما مشروع جديد، حياة جديدة، ولسه في عندي مشاريع كتيرة. يعني تخيلي كمان شغلة كتير بسيطة، أنا تعلمت كل شيء أنا وكبيرة، تعلمت على الكمبيوتر أنا كبيرة، تعلمت الإنجليزي أنا كبيرة، تعلمت سواقة السيارة أنا كبيرة. يعني كل هالشغلات المفروض الواحد يتعلمها وهو صغير. بيقولوا ما بيقولوا العلم في الصغر كأنكشف الحجر، مزبوط. بس بنفس الوقت كمان إذا كان الإنسان عنده إصرار إنه يعمل شيء ويحط هدف قدام منه بيوصل له. أنا اكتشفت أني بحب التصوير. أنا هلأ عم بعمل دورة تصوير، كنت عاملتها قبل ما يصير هذا اللوك داون والكورونا فيروس، لأنه هلأ كل الكوليجات مسكرة، هلأ شوي شوي تاني بتفتح، عم بستنى لفتح الكورس. عملت كورس واحد تصوير وعم بتعلم، مشتغل على الأدوبي بريمير، شغلات هيك أديتينج فيديو. بحب سافر، عندي مشروع أني أعمل قناة على اليوتيوب صور فيها كل المناطق اللي أنا عم رحلة، مناظر طبيعية، مدن حلوة، يعني أماكن جديدة، تراث القديم. حاليا أنا عم بشتغل على الموضوع غذاء الروح، أن يكون عندك دائما شيء تتعلمي، عندك طموح دائما، فكرة حقيقية هدف توصلي له. بحب استمتع بالطريق للهدف أكثر من الحصول على الهدف بحد ذاته. بتقول روز إنه من أهم أسباب النجاح والتوازن اللي قدرت توصلن من بعد القانون والأمان اللي لقته ببريطانيا، إنه هي كانت إنسانة طموحة ناجحة وعندها الشغف إنه تطور حالها. روز مثل كتيرين مثل بأوروبا قدروا إنه يوصلوا للأمان والاستقرار بعد الانفصال، بس لحد هلأ في نساء بالعالم العربي ما عم تقدر توصل للأمان اللي بدها إياه بالحياة، وما في قانون حقيقي يحميهم. المؤسف أكثر بالموضوع إنه لهلأ في ناس عم تحكي عن رفاهية الانفصال بأوروبا وكأنه المرأة لازم تعيش حياتها عم تعاني. كنت معكم رنيم طرطوسي بمواطن سوري من عنب بلدي بودكاست.